قام محافظ البحيرة هشام أمنة بافتتاح معرض العيد فرحتنا والمقام بسينما النصر الصيفي بدمنهور، ويأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس السيسي بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار اقتصادية. احنا افتتحنا في بعض معارض رمضان الخاصه بالسلع، اجنحه للملابس والاحذيه والحاجات الخاصه بلبس العيد، وهذا المعرض معمول خصيصا طبعا لللبس والكلام ده. ان شاء الله مستمرين الفتره الجايه حتى بعد العيد في معارض الخاصه بالسلع والمعارض الخاصه بالملابس، وطبعا الاسعار هنا مخفضه اكتر من بره، اكتر من 30% زي ما انتم شايفين الاسعار. ان شاء الله بنامل ان شعب البحيره كله يعني يتفضل يشتري من هنا، لو الاسعار غاليه عليك بره اتفضل المعرض موجود اهون.